السادة المشاهدين الكرام، فكرة هالسنة مختلفة تستدعي الضيوف بمشاركتهم بلعبة البينتبول الرياضية، ويتم إجبارهم باختيارهم الشخصية تشاركهم الفوز، بس راح ينخدعون بالشخص اللي راح يرافقهم بطول الحلقة. راح تواجههم مطبات ما يتوقعوها، وكل مشاهد هذه الحلقة عفوية، والغاية منها رسم الابتسامة على وجوهكم. هاشتاك فريق البرنامج. يا مسيف ماكو امان، معروفة من زمان، اغيب 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 واطلع لك برمضان. القصة مو غريبة، بكل موسم مصيبة، احنا بس نحبه برنامجنا نجيبه. سيف سيف سناي بالفور، سيف سيف سناي بالفور. شوفوا لي الضيف منين اليوم، نعشنا عجين متحلف انا من سنين، حده علي دفين. اليوم ماني غير واحد اسمه سيف الحنين. سيف سيف سناي بالفور، سيف سيف سناي بالفور. نريد احنا نتعبه، نجيب اللعبه لعبه، يغلبنا ولا نغلبه يطلع هو الخسران. عليكم حبايبي المشاهدين اينما كنتم من اقليم كردستان الحبيب، والى جنوبنا الحبيب، والى كل محافظاتنا الحبيبه. اليوم حلقه جديده، اليوم حلقه يعني ويا صاحب اشهر ضحك نقول على مستوى العراق، ويانا وياكم فنان مميز مبدع. انا شخصيا معجب بضحكته، بس لان هاي ضحكته حلوه فاليوم بهاي الحلقه حبينا نقلبها عليه. شلون يعني مكر ما يضحك سبيد، احنا راح نخليه يضحك سلو موشن. ويانا وياكم الفنان الكوميدي اجواد المدهش، تحياتي لك. الحمد لله. شلون الحياة وياكم؟ تزوج بالنصر. رحنا مجد سامي. شو قلبك ليك أخوي وصديقي؟ يا طيب. عجلات. عليك السلام. شو اللي أنت مسوي؟ أنا. مسوي هو. ما هو جاي الدور. هو. نعم جدا. يعني يا رياض هالشيء. شوي بعدين بتجي. آه هو بخير. شوف. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج سباق النجوم. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مميزة وجميلة، لأن ضيوفي مميزين وجميلين ويخبلون بعد. تعالوا رياكم نتعرف عليهم. شلون الصحة والأخبار؟ أهلا ستي ناس. شلون أمورك؟ مشتاقين إحنا كلش. احنا أكثر. اليوم تقطيع. ليش؟ اليوم انهزم. أيوة. اليوم شوف لك ديرة. نرحب زين بالمتسابق الثاني. رحبي بيابا، رحبي بالمراني. شلون حكي قوي هاد مرة؟ والله بالنسبة لأستاذ جواد هو دائما حكي، بس نعم. احنا عندنا أرض واقع بالتأكيد. هو يعرف بياني شنو؟ بعد يعرف. زين احنا شنو راح نلعب فريق حسين؟ لعبتنا هي بينت بول. الله. لعبها مسبقا؟ بينت بول لعبت أنا. حايش بيه. والله بس مسمار ما داق. وانا وين البينت بول؟ والله هاي تشايت اكو قبل زين. يعني اليوم مو دعم ترى يتحل نسوي وانت ماكو ان شاء الله. هي بس راح يشوف الامها شدي. العفو استاذ، هي بيها جائزه بالتأكيد. ها يا معود، ها يا معود، ها يا معود. هلا نافذت عمي، هذا مريض، هذا شيلوه. تقوم كسريدي، تقوم معود. عفو انت ايش بيك؟ انت خوابك شي انت؟
فيك شيء؟ ايش بيه هذا؟ قالوا مريض. مريض هو شنو ايش بيه؟ ها؟ كل ما زمان يا عم هاي دوخه هذا عدل. بيدوخه بيدوخه. عنده هبوط. عم شيلو شيلو. لا لا هبوط عنده هبوط. لا لا بس. هبوط بالضغط. لا لا الحمد لله. ما صار بك شيء؟ ابو ايش فيك عيني حبيبي؟ ايش فيك انا؟ انا من 6 الصبح تمام تمام الله يعينك. ايش عندك عماله طالع شنو؟ بس وخر لي قالت لي روح يعطيك عليه معود تسوي كتسار. وديها لي قالت حبيبي وديها سرمد وديها لي قالت وديها يا سيدي بدلك مكان الاخ بدلك. طيب شو بدلك؟ شو ما تحتضنون؟ لا بس انت مريض نخاف عليك يا حبيبي. احنا خايفين عليك عيوني. انا اليوم ازرفهم الزر. عاشتي. والله تزرف القاع انت. دير بالك لا توقع دنيا لي قالت معك. يلا. راح يعورنا هذا معاك. ها شو راح يلعب؟ قال راح يزرع الصبح. اليوم هيك اسوي لك؟ هسه دعوه نسوي هذا ايش عندك؟ يا يسوي وراح يسويك وراح يدمرك. لا حبيبي يلا خلي استراح انا قاتل بكره. استراح. يلا خلينا ليش ما تاخذ؟ هي لابسه نفس اللون ليش ما تاخذ؟ احسن لك. يلا راح ابدي من انه نبلش تبديل الملابس. يلا. 3 2 طبعا قلنا كل كابتن فريق له لبس نفس لبس فريقه. ايه فشو رايكم؟ انت انقلق صاير نعم؟ نغير الملابس ونلبس صدق شنو الحكي هذا؟ شنو الموضوع؟ الله يخليك بدل السلاح شنو هذا؟ ماني انا طالع ماني قوم استاذ بس والله شنو الحكي هذا؟ تعرف انت غشيم؟ عم هذا يقتلني هناك. لا قوم قوم لو في البرنامج قوم يلا كاف. شنو السالفه؟ لا يا حبيبي لا شنو الحكي هذا؟ يا اخي شنو الحكي هذا؟ لا ما العب انا ما يا اخي برنامج لو شنو هذا؟ طول بالك طول بالك ما يصيرك يا حبيبي عفو عفو يلا عفو بدلو 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 خليه يولي وين ضرب؟ انا ما لا توقف عمي شنو ماني هذا عمي شنو شنو الحكي هذا؟ شنو جايبين تأذونه؟ وين مخرج؟ معقول يعني يصير؟ شنو ما صار شيء انت؟ عمي ضرب الثمن تخذون البناتك من عندهم خذوهم خليهم ايش؟ راح نكمل ليش ما تطوي توثيه؟ هم توثيه اذي مش غبيه براسك والله خذ احسن لك خذ احسن لك هي لابسه نفس اللون شيتيهم نعم عم خاف يروح ياذينا هذا ربطوه انا بطلت روح على وات بطل على وات بطل يا معود تقول يا الله راح نكمل يا اخي مو ما يصير ليش ما اذانه؟ يضحكون عليه بابا انت مريض روح اقعد ببيتكم ما بيش بس الزم هسه مو انجطلت هنا سحنة روحك لازم انه يلا يعني انتم امنين هذا يروح يؤذينا؟ لا من هذا؟ اي ناس غير فريقك هذا؟ هو شيء ماكو شيء وهذا رايح متي هو ميت هو مريض جايبين عاد مريض والله العظيم لا يعني شو عندي بدا اشوفه جاهزين؟ نعم جاهزين خلينا ننتقل مرحلة الملابس ونغير ملابسنا حتى ننتقل للمرحلة الثانية ونروح مكان اللعبة شنو رأيك؟ أنا قلقت والله لا شنو رأيك؟ وأنا فريق ما أنظر كل حكاية إيه؟ هذا يروح لو يوقع لو يضرب لا طاقة لو يلا يلا ماكو شيء يلا اليوم وغدا يا جواد المدهش تعال تعال اليوم صمتك صمت والله هسه راح نسد الهادي راح نسده ورا نفتح الجهاز ليش ورا ما نفتح يلا استاذ ليث ما نفتح البرده البرده استاذ جوار باو على الكاميرا عاش لك استاذ هذا هسه راح نشوف الكاس تبعي راح نصير مره ثانيه ارجع لورا راح نصير مره ثانيه ساديت من تطلع تفتح البرده وطلعوا يلا ساديت ولا تنزل يلا ساديت افتح لي هاي هاي يا ساعدني شنو شنو
موجود ذيك حيل ولا بس قل لي ليوث ذيك حيل ولا ليوث اليوم راح اتوبك صدق تسي وعيونك يعني شنو هسه انا اطلب منك انت تطلب مني ايش اطلب منك الرحمة الرحمة ارحم ارحم يا ابو مصعد تعال فادي يلا ضبطها يا مالتك ضبطتها البسها ضبطتها يقول لك عليك قياسك ايه اوه يا صاير ضحك يا ولد اي والله الحين شي هاي هي شي تلبس انت شلون هاي مناظرة ايش بيها؟ ايش راح تشوف؟ انزحها ما راح تشوف مناظر ما تطلع لك عذر مناظر ما مناظر تطلع لك عذر انا شربنا اهلا اهلا اجتنا اجتنا البرتقالي شنو الاخضر في السوري لا بلعب خبر شو بس الاسم حياتي يلا نقوم يلا يستغفر لك الله مشاهدينا ومتابعينا انتقلنا للمرحلة اللي بيها راح نوضح تفاصيل اللعبة راح تكون حضرتك المدافع عن هذا المكان اللي هو يخصك بيه ثلاث أماكن وثلاث مراحل هاي موقعنا؟ نعم راح يكون الهجوم هو وفريقه يهجمون عليكم خصوصي قولتي هو بهاي الحالة انتو لازم ما تخلوه يتعدى هذا المكان مالتكم على مود لا يوصل اللي هي بالمرحلة الثالثة للمكان اللي بيه القفص خوش بيه صندوق والصندوق بيه الجائزة وين الصندوق يصير؟ هناك بداية القفص شو سوبي؟ شو سوبي؟ وانا ما أخذ أصلاً هسه تخذ خشب انا ما أخذ هالخشنين دولة هسه بعد شوية نجطل هنا وتقول هذول خشنين عندك؟ هذا يكتر روح بشوف خشنيني لاد بابا بابا شوف اسمع اسمع جاهزين؟ جاهزين ايه جاهزين جاهزين هاي استفاد جاهزين عم بدلوا خاطر الله لا تحسين يلا عفو عفو اسكت 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 جاهزين انت اسكت جاهزين جاهزين بعد ما صديقك جاهزين يلا وايد ضحكتي وايد ضحكتي بسببك هسه جيبي لنا سيف الجويل قالوا صعب انا خسران من هسه مشاهدينا الكرام هاللحظة راح يدخل كابتن اللعبة اللي هو راح يوضح تفاصيل اللعبة للفريقين كابتننا ادخل
تعال افتح صندوق، افتح صندوق يا سلام. انت لايا افتح صندوق يا معودي يا ولد. خلل بسيط. لا لا تبغى. أي جواد قول يلا. زرفتوني ولكم. يلا. ما ظل بي. ما ظل بي شيء. إذا أشرب ما يقوم أخر. لا لا. صفقة حلوة يا جواد المدهش. أنت في مقلب. أنت زين. شيك. بس بابا بابا قول يلا لا 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 انا كنت حاليا انت مزرف انا شايف ميت تقوم تدخل على قولك بس سيف ما عم تخبط عليك يوخرت السكه انا اسعد ما ادري اخر مي شوي 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 قول يلا قول يلا هو شو شو بسيط شو اخر لا عفوا عفوا ليه يلا شو اسوي؟ شو اسوي؟ يلا لا هذه كافي 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 أنا جاي. يا مش بيك، ما تمش بيك. هو مقلب. هو مقلب سلس. هاي الرجل خاسة يمكن. راح أحطها بلاتين. عليهم. هات لي اتنين عليهم لو علي. من البداية وقعت. نقولهم. شلب قولهم بدلو. شو هنا صاحبي وتقول. شو هذي القش ورثني. صفقة حلوة. نزل الناس ما تبغاش. أنا ما طلع صدي لابس شفوف. لك هاي ما أدري الدم يمكن طلع. الحماية شالت. هاي شو اسمه والد. لك شنو مبرمت. هاك 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 مول هاك مول شو مالك ورمت لا ورمت بابا بشرك دوسه 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 بشرك هذا لا والله لا دوس هاي بشرفك شي بسيط والله والله العظيم بسيط هذا بسيط والله هل... بسيط عندنا بسيط والله بسيط يعني لو تجي بوجه الواحد لا 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 تأذي والله تأذي هاك لك مو هيك كلكم علي هاي كاما هاي كاما مالتك رمضان كريم بحرش كريم رمضان كريم كل عام وانتم بخير بس مو بخير لأن كل رمضان يشال وطني ويسلع قلبي حلقة تنبث؟ هاي الهوسة كلها من بعد ما قنعناها حلقة تنبث ولا لا؟ خل تنبث بس الزرفت ورمت يلا ما يخالف كلمة حلوة قناة زاقروس الجمهور تحياتي نقول كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على شعبنا وابناء بلدنا الغاليين وكل متابعي قناة زاقروس نقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم وإن شاء الله راح تشوفونا بهاي الحلقة الخفيفة الظل ولو تأذيت بيها خففت من وراء يلا ننتظركم مقلب جديد وضحية جديدة باي 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 الفنانة تبي سيوف سالفة وليوف أنا من الشاوة سكتوا بيه مو قدرتوني والله مو أنا والله أنت ولي هو طعم ذبك أنا عليه استدرجت وأنا عليه استنتجت Safe, safe, sniper, phone. Safe, safe.
اسمعك.